السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما كده متجمعين مع بعض على خير وفي الخير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين. النهاردة حلقتنا حلقة لطيفة وخفيفة جدا جدا، النهاردة هنعمل مع بعض البسيسة، والبسيسة كتير من الأجيال الصغيرين مش عارفين يعني ايه بسيسة. البسيسة هي كيكة الذرة اللي بتتعمل بدقيق الذرة. الكيك دي ليها ذكريات معانا كلنا، الناس بقى اللي كانوا امهاتهم بقى وجداتهم بيعملوا كيكة الذرة او البسيسة، كانت ريحتها بتجيب اخر الدنيا، ويا سلام عليها في الفطار كده مع كوباية لبن او شاي بلبن، كانت بتبقى وهمية. النهارده هنعمل البسيسة، وكانوا بيعملوها والله من غير مقادير ولا اي حاجة، وبتطلع كده بالبركة زي الفل. النهارده هنعمل البسيسة عشان تطلع معاكي 10 على 10، هنشوفها ان شاء الله مع بعض النهارده. كمان عندنا النهارده مشروب لطيف جدا، كلنا دلوقتي بقى والكبار والصغيرين بنروح بقى الكافيه عايزين نشرب فرابيه، فالنهارده هنعمل مع بعض فرابيه بكراميل، تحفه جدا وسهل وبسيط تعمليه في البيت بكل سهوله. دي وصفاتنا النهارده، بس معانا كمان السوشيال ميديا. عندنا النهارده بوست السوشيال ميديا هتلاقوه موجود عندكم على العزومه على الفيسبوك وعلى انستجرام على بي ان سي، ادي البوست نازل معانا اهو. اكتبوا بقى، ادخلوا واكتبوا تعليقاتكم، اكتبوا اسئلتكم اللي حابين تطرحوها علينا واحنا نجاوب عليها ان شاء الله قدر الاستطاعه، وان شاء الله في انتظار تعليقاتكم واسئلتكم. دي هيكون او ده هيكون محور حلقتنا النهارده، وقبل ما نطلع فاصل صغنن خالص ما تنسوش الارقام اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها طول الحلقه، من اي تليفون ارضي على 0900 900 والموبايل على 2600، وفي انتظار مكالماتكم. وفاصل صغير خالص وراجعين على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، ويلا بينا بقى نبدأ مع بعض نعمل البسيسة. بس قبل ما نعمل البسيسة تعالى أعرفكم على الجهاز اللي معانا النهاردة. احنا معانا كيتشن ماشين من تورنيدو، عايز اقول لكم ان هو مميز جدا، احنا استخدمناه قبل كده مع بعض، كنا استخدمنا الكبة بتاعته دي وفرمنا فيها لحمة وعملنا فيها كفتة كانت حلوة جدا، حجمها كبير بتساع لترين، فحجمها كبير مميز جدا، يعني بتاخد معانا كمية حلوة قوي، تعملي فيها طعمية، تعملي فيها كفتة، تعملي فيها حاجات كتيرة جدا. بيجي كمان معاها مطحنة، والمطحنة دي بقى يعني ضرورية في كل بيت، خاصة لو بنحب نطحن البهارات في البيت بتبقى طبعا نكهتها أقوى وطعمها أحلى، فدي مطحنة لطحن البهارات والتوابل. بيجي كمان معاها شفرات، الشفرات دي بتبقى للتقطيع، عندنا بقى ايه الشيبسي، دي بتاعت الشيبسي كده، بصوا معايا دي اداة تقطيع الشيبسي اهي، دي مبشرة تمام، ودي كده بتقطع لنا صوابع لو بطاطس ولا حاجة تقطع صوابع، كل ده بيركب هنا طبعا بالتبادل بقى، الحاجة اللي انت عايز تركبيها بتركبيها في المكان ده وبتشغليها وبتاخدي التقطيعة المناسبة اللي انت عايزاها. كمان بيجي معاها الخلاط طبعا اللي لا غنى عنه في اي بيت، الخلاط سعة لتر ونص، الكيتشن ماشين اصلا 1000 واط يعني قوة تحملها عالية جدا، فيها سرعتين وسرعة متقطعة لو انت عايز تضربي حاجات كده ايه بحيث انك انت ما تاخديهاش ناعمة قوي، تاخديها كده فيها قطع، فمتاح ليكي لو هتعملي عصير نص ضربة ولا حاجة بتبقى لطيفة جدا. دي الكيتشن ماشين اللي معانا النهاردة وهنستخدمها النهاردة وهنعمل فيها البسيسة. تعالوا بينا بقى نشوف مقادير البسيسة ايه ونشوف هنعملها ازاي. مقادير البسيسة معانا النهاردة هتكون كوبايتين من دقيق الذرة الابيض تمام، وكوباية دقيق أبيض عادي، يبقى عندنا كوبايتين دقيق ذرة مع كوباية دقيق عادي، كوباية حليب، كوباية سكر، تلات أرباع كوباية زيت، وعلشان ندي طعم حلو للبسيسة فهنزود معلقتين كبار من السمنة البلدي، أربع بيضات بدرجة حرارة المطبخ، معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح بسيطة، ذرة ملح كده،
وهنحط شوية لوز شرايح للوش، ده لو متوفر لوز، مش متوفر مفيش مشكلة. دي المقادير إن شاء الله يا رب تكون كده متوفرة عندك، تخلصي الحلقة وتقومي كده تستعيدي ذكريات البسيسة وريحتها الحلوة وتعرفي ولادك عليها. بينا بقى نشتغل. بما اننا هنشتغل في الخلاط فتعالي بينا بقى ناخد كل المواد السائله نحطها في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر، عينيا. احنا هنحتاج الملح، ممكن اخده الناحيه دي ونطلع كده. تمام ولا تمام؟ ماشي يا استاذ حمدي. بينا بقى ناخد البيض. تمام، كل مكونات الوصفة بتاعة البسيسة بدرجة حرارة المطبخ. فعندي هنا 4 بيضات. عودي نفسك وانت شغالة في الخلاط هتحطي مكونات سواء سايلة او هيكون فيها حاجة بودر ولا حاجة، فالسايل الاول وبعد كده نحط الحاجة البودر عليه. فاحنا حطينا كده البيض، تعالي ناخد الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كمان الزيت، كوباية الا ربع من الزيت. الزيت بيدي قوام هش اكتر، اما السمنة بقى اللي احنا هنحطها فبتدي طعم احلى. عشان ناخد بقى الميزة من الاتنين فاحنا هنعمل ميكس بالشكل ده، ونحط الزيت ومعاه معلقتين السمنة، فاحنا كده اخدنا قوام هش وطعم ألذ. هنحط طبعا الفانيليا، معلقة الخل ضروري بتفتح لون الكيك وبرضو بتخليه معانا كده هش اكتر. كده انا حطيت كل المواد السائلة. تمام، البيض والحليب الزيت والسمنة الفانيليا الخل، حط كمان معهم السكر عشان يدوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وذرة الملح كده على طرف المعلقة، مش أكتر من كده. ومعانا مين؟ زياد. ألو ألو ألو، إزيك يا زياد؟ عامل إيه؟ الحمد لله، أنا بحب حضرتك الصوت. ميرسي يا حبيبي، تسلم. عندك كام سنة قولي؟ 13. ما شاء الله، اتصلتي بينا قبل كده يا زياد؟ لا، أول مرة. طيب تنورنا دايما، أنا بحب حضرتك أوي. ميرسي يا حبيبي، تسلم يا رب. بتحبي تاكل إيه يا زياد؟ مكرونه بشاميل. حلو قوي، وايه كمان تطلبوا كده من ماما؟ ماما اعملي لنا كذا. شاورما الفراخ. هايل، ذوقك مميز. ليك اي اسئله؟ عايزه اعرف طريقه عجينه الكريب. الكريب عينينا الاثنين. حضريها يا ريهام. عيوننا ليك يا زياد، نورتنا حبيبي. يلا بينا بقى، بعد ما حطينا كل المواد السائلة ومعاها السكر وذرة الملح نضرب الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي علشان نتأكد ان السكر ده. بسم الله. ميزة الخلاط انه بينجزني في وقت قليل جدا، وفي ثواني بيكون خلاص الخليط بقى جاهز ان انا اضيفه على المواد الجافة اللي عندي. ايه هي بقى؟ اقول لكم. كان عندنا في المقادير 2 كوباية من دقيق الذرة و1 كوباية من الدقيق العادي وباكت البيكنج باودر. فتعالوا بينا بقى ايه، ننخلهم مرة تانية. المنخل عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طب لو تقدروا تدخلوا لي كده منخل صغير كان بيبقى عندي هنا في الدرج. تمام، شوفوا كده منخل صغير خالص، ودي من اسباب نجاح الكيك وان الكيك تطلع معاكي هشه ايا كانت الكيكه اللي انت بتعمليها، انك تنخلي الدقيق مره واثنين وثلاثه. كل ما نخلتيه اكتر كل ما الهواء دخل جواه وبقى مظبوط معاكي وهش اكتر. كمان النخل الدقيق ضروري حتى لو بتعملي معجنات، انت مش محتاجه انك انت تديها مثلا فوليوم عالي، بس محتاجه انك انت تنخلي الدقيق علشان يبقى نظيف والدنيا تمام، متاكده من نظافته حتى لو في باكت ومقفول والدنيا تمام. تمام، يلا بينا بقى نجيب المنخل وننخل.
خلينا في الكبير احسن. يلا هناخد دقيق ذره. بسم الله الرحمن الرحيم. دول كده كوبايتين هنخلهم. معنا مين يا ادهم؟ الو كده. الو الو، ازيك يا ادهم؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ ايوه الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي، منور. اتفضل. منورك يا طنط. ميرسي يا حبيبي، كلك ذوق. منورك يا طنط. حبيبي والله. ليك اي اسئله يا ادهم؟ عمايلك كلها حلوه. انا قلت ميرسي فاطمه بحاتي. ربنا يكرمك يا ادهم، كلك ذوق. ميرسي بجد والله، تسلم يا رب. ليك اي اسئله؟ ميرسي ادهم، نورتنا، كلك ذوق يا حبيبي والله. حطينا الدقيق، نخلناه دقيق الذره ودقيق العادي والبيكنج باودر، ولو لاحظتوا لقيت برضو كده في شوائب وشلتها، عشان كده دايما باكد على حته انك انت لازم تنخلي الدقيق ضمانا للنظافه، دي اول حاجه. وفي الكيك بيديكي نتيجه احسن بكتير وبيبقى هش قوي كده. خلاص المواد الجافه جاهزه والمواد السائله جاهزه. طبعا قبل ما اخلط الكيك او قبل ما اعمل الكيك، احنا مجهزين الفرن بتاعنا على درجه حراره 170، والرف او الشبكه بتاعتي محطوطه في النص، تمام؟ ما تبقاش لفوق قوي علشان ما ياخدش مننا لون من فوق وهو لسه ما استواش. كمان مجهزين القالب، والقالب معانا النهارده ايا كان شكله يبقى مقاس 26، تمام؟ ده المقاس المناسب للكيكة بتاعتنا النهاردة. القالب يكون جاهز بقى بإيه؟ إنك أنت تكوني دهناه سمنة أو زبدة ورشاب الدقيق ومنفضاه بالشكل ده. فكده القالب معانا جاهز، الفرن بتاعي جاهز، كل حاجة جاهزة والدنيا زي الفل. بينا بقى ننزل الخليط السائل اللي عملناه في الخلاط على الخليط البودر اللي احنا عملناه مع بعض، ونبتدي بقى إيه؟ نخلط. ونخلط كده وفي اتجاه واحد، ومش هنخلط كتير. اول ما نحط الدقيق خلاص بنبقى محتاجين بس ان احنا نقلب الكلام ده كله ونمزجه مع بعض كويس، بحيث ان ما يبقاش فيه اي تكتلات في الدقيق. هايل. ومعانا ام احمد. الو الو، حلو قوي الكلام ده. بصوا خلاص اتاكدت كده ان مفيش اي تكتلات، مفيش حاجه مكلكعه، الدنيا تمام، القوام تمام. هنشيل بقى دي خالص خالص. عندي لوز بقى، ما يعني اللي هو انصاص ده او شرايح، هبتدي بقى ايه؟ ممكن نعمل حركه لطيفه كده ان انا ارش شويه في الارضيه واصب عليهم خليط البسيسه، تمام؟ علشان لو قلبتها الناحيه الثانيه فيبقى عندي من تحت كده في اللوز شكله حلو. يلا نصب بقى الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل بقى كله. زي الفل. برضو من الحاجات الأساسية في الكيك إن الخليط بتاع الكيك ما يتعداش نص القالب. ليه؟ علشان لما يعلى ما يفرش معاكي مثلا في الفرن، وكمان يبقى عنده مساحة كده إن هو يعلى براحته، ما تبقاش الصينية صغيرة عليه أو كبيرة قوي عليه فيطلع معاكي رؤية وتحس إن الكيكة مبلطة ومش هشة. فالمقاس المظبوط للقالب بيطلع برضو الكيكة معاكي كويسه جدا، وده من اسباب نجاحها برضو. تعالي بينا بقى ناخد رشه من اللوز كده. طبعا اللوز ده يعني اختيار يا جماعه، مش اساسي معانا خالص خالص في الوصفه، هو بيدي شكله بيدي طعم طبعا. ومعانا ام ابراهيم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي، اخبارك؟ اهو تمام. ممكن بس اطلب منك البتنجان المخلل اللي في البرطمان اللي مش بيتسلق ده بقى؟ البتنجان المخلل عيوني؟ لا هو بيتسلق بس يا دوبك بينزل في النار ويطلع. حاضر عينينا. يلا يا ريهام حضريه. تعالوا بينا بقى هنفتح الفرن بتاعنا اللي احنا مشغلينه على 170، تمام؟ والرف بتاعنا محطوط في الوسط، وندخل الكيك بتاعنا. ما ينفعش نسيبه بعد ما عملناه،
اكتر من 10 دقايق بره الفرن. ليه؟ لان مفعول البيكنج باودر اللي احنا حطيناه هيتلاشى والكيك مش هيعلى معاكي. فضروري جدا بعد ما نعمل الكيك كل حاجه تكون جاهزه وندخل على طول على الفرن. كده خلصنا البسيسه اللذيذه البسيطه اللي ما بتاخدش معانا ولا وقت ولا مجهود، وريحتها وطعمها حكايه وبجد بتفكرنا كده بذكريات جميله جدا. دي كانت اول وصفه معانا، ايه رايكم؟ نطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني، وتعالوا بينا يلا نبتدي نشتغل بقى في الفرابيه. تعالوا بينا نشوف مقاديره ايه. مقاديره سهله وبسيطه وان شاء الله عندك في البيت. عندنا ايه بقى؟ عندنا نص كوبايه من الحليب، هنحتاج حوالي معلقتين ثلاثه كده من الميه السخنه، نص كوبايه كريمه، عندنا كمان كريمه الحلويات، وعندنا كمان معلقتين كبار من القهوه، صوص كراميل وسكر، ده طبعا على حسب الرغبه بما اننا حاطين صوص كراميل فما نزودش السكر، تمام؟ تلج مجروش بس كده. المقادير معانا اهي، وبينا بقى علشان نشتغل، يلا بينا. بدايه كده عندي شويه ميه سخنين هبتدي اخدهم، واخد القهوه، احنا مضاعفين المقادير هنا، واحط القهوة في المية السخنة اللي هي القهوة سريعة الذوبان علشان أدوبها. طبعا الناس اللي عندها مكنة اسبريسو ممكن تعمل بقى تو شوت وتشتغل بنفس المكونات دي كده. دوبنا خلاص القهوة كويس جدا، مركزة معانا اهي، وتعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. الموضوع بسيط جدا، هبتدي اجيب الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط الحليب. بسم الله، ناخد التلج، هوبا. طبعا التلج لما بيتعرض للهواء يبتدي يسيح ويقفش في بعضه فبيبقى نزوله صعب. فكوا احنا كده، بسم الله، عندنا الكريمة بما انها دي كريمه يعني مش اي حاجه، مش هنسيب فيها اي حاجه في البوله، يلا كله. احط شويه سكر مش اكتر، واحط القهوه طبعا الاساسي معانا، وشويه من صوص الكراميل. عملنا صوص الكراميل كتير مع بعض ونتيجته بتبقى هايله جدا في البيت، وبتقدري تحتفظي بيه فتره طويله، فلنكتفي بشويه دول ويلا بينا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشغل. بسم الله، هاخد كده شويه احاول افضي شويه، احنا تقلنا عليه او كترنا عليه الكميه، فناخد شويه كده نصبهم
ونرجع نضرب تاني عشان لو في تلج كبير ولا حاجه. بس واخدين بالكم الخلاط بتاعنا كمان بيجرش التلج. يلا نضفنا اللي احنا عملناه ونجيب كده جار. فين الجارات؟ احنا ممكن نصب هنا شويه بحيث ان احنا نفضي. حاطينه لي بميه، هفضي بس شويه كده علشان ايه ما يبقاش مليان على اخره، واعرف ان انا اكمل جرش التلج اللي انا حطاه. عايزه اقول لكم يا جماعه طعمه وهمي جدا، خاصه الكريمه اللي احنا حاطينها بتديله طعم فظيع. طب يلا في تكه امان كده لازم تسمعيها فتعرفي كده ان خلاص الدنيا زي الفل والخلاط هيشتغل معاكي وثابت وزي الفل. يلا بينا. خلصنا خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بينا بقى يلا علشان نصب بقى الفرابيه اللي احنا عملناه ده ونزينه بقى زي اللي احنا بنشتريه من بره، واحلى واطعم وكميه بقى ما شاء الله كبيره. عايزه اقول لكم لو حد مستكتر موضوع الكريمه، احنا بنشرب المشروب ده بره يعني بثمن علبتين ثلاثه كريمه، فان احنا نجيب الكريمه ونعمله ونعمل منه كميه فهيديكي نتيجه هايله قوي واكيد اوفر كتير. وايه دي الجرات جت. هاتوا لنا بقى الكريمه من الثلاجه يا جماعه. طبعا اللي عامل الطبقه الفومي دي الكريمه اللي احنا حطيناها، وبتدي طعم غني جدا ولذيذ جدا جدا. قولولي بتقولوا ايه؟ كل اللي احنا نقطناه ده هنشيله ما تقلقوش. في البيت بقى بحب اصب دايما دايما على الحوض بصراحه، يعني حاجة وقعت مني كده فعلى الحوض وننظف بسرعة. فظيعة. احنا عاملين كمية كبيرة، احنا هنشرب كلنا النهاردة. نكمل. زي الفل، اعتقد كده مناسب جدا. وشايفين الفوم اللذيذ اللي فوق ده؟ عايز اقول لكم فعلا طعمه بيبقى حكايه جدا جدا. كنت بشرب المشروب ده كتير وبيعجبني قوي، حاسه ان في طعم كده انا حباه، لغايه ما عرفت السر بقى ان هما بيحطوا له كريمه، ففعلا بيخلي الطعم وهمي. انا بعشق القشطه قوي. نقطة ضعفي. يلا بينا نزين بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نعمل كل حاجة بس كله للقشطة. طبعا كان ممكن برضو نزين بالكراميل على الكاسات كده علشان يبقى شكلها برضو كده مموج من جوه، بس ايه عادي مش مشكلة، نسينا بس مش مشكلة. هاي كفاية قوي.
صوص الكراميل بقى ايه، ونحط بقى كده. بسم الله. متماسك شويه. لما تلاقي بقى صوص الكراميل كده ماسك معاكي، حطيه تحت الحنفيه السخنه او في حمام ميه سخنه كده عشان يبقى انسيابي اكتر وينزل معاكي بسهوله، يعني بدل ما بيقطع معايا كده. هو بيودع معانا. في تاني؟ مش تقولوا ان احنا عندنا تاني يا جماعه، لعل وعسى ده ينزل على طول. طبعا احنا عندنا هنا بس درجه الحراره في البلاتو بتبقى ساقعه شويه. احنا تلاجه موز صح. فعشان كده الحاجه بتبقى متماسكه. في البيت اعتقد مش هتحتاجي تحطيه في ميه سخنه ولا حاجه، الدنيا حر خصوصا المطابخ صراحه. ربنا يعين كل ام وكل ربه بيت على الحر وانها تقف في المطبخ تعمل الاكل لبيتها. فتحيه كبيره وكل الدعوات، ربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب. بس كده يا جماعه اتفضلوا معانا، شكله تحفه وطعمه بيبقى جميل، ان شاء الله تجربوه. يلا بقى نقدم. بسم الله. قولوا لي عايزين نطلعها فين ونطلعها لكم. ما عندناش جار تاني، احنا عندنا خير ربنا كتير. كده كويس يا استاذ حمدي؟ تمام. واحده كمان يعني ان شاء الله نبقى نطلعها، عشان ايه في شويه هنا اهو هنحطهم نصبهم، وعندنا الكريمه وعندنا كل حاجه عشان نبقى عاملين توازن كده في الموضوع. بس كده عايزه اقول لكم ان المقدار اللي احنا حاطينه بيعمل 2 جار زي اللي انتم شايفينه ده. تمام، احنا مضاعفين المقدار في 3 فعامل لنا 6 وممكن اكتر كمان. احنا كده دي وصفاتنا النهارده، البسيسه اهي والتانيه اللي احنا عاملينها في الفرن، وما شاء الله هتطلع معانا ان شاء الله واحنا واقفين. اللهم بارك، عليت خالص وبقت تحفه ان شاء الله. قبل ما نختم هتكون طالعه معانا من الفرن. بصوا البسيسه وجمالها يا جماعه، ايه ده شكلها تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. عايزين نفتح بقى ونشوف اخبار السوشيال ميديا. ما تنسوش ان احنا معانا السوشيال ميديا، وعندنا عندنا 2 بوست نازلين، واحد على برنامج العزومة على الفيسبوك، وعندنا كمان اللي نازل على بي ان سي على الانستجرام. فتقدروا بقى ايه تدخلوا دلوقتي تكتبوا لنا كل تعليقاتكم، اسئلتكم علشان نجاوب عليها. انا بدخل دلوقتي اهو برضو علشان ابتدي اقرا، هشوف بنفسي. بحب اشوف بنفسي. النت بعافيه شويه ولا ايه؟ تمام. تاني يا ريهام معلش. وردة الأمل بتقول إيه؟ ما شاء الله عليك يا شيف. لا صوتك بعيد يا روحي، ولا أنا اللي السماعة خرجت. يا روحي تسلمي لي، بتقول لي كنت أتمنى إن يكون عندي أم زيك. يا روح قلبي تسلمي لي والله، متحرمش منك ويبارك لك يا حبيبتي في مامتك، اللهم أمين يا رب. ايه تاني قولي لي بقى لغايه ما نخلص كده والنت يسعفنا ان شاء الله. اسماء شريف، اسماء شريف بتقول ايه بقى؟ انا بحبك قوي ونفسي تقري التعليق بتاعي. قريناه وردنا عليكي يا اسماء ومنورانا دايما يا حبيبه قلبي، ميرسي لذوقك.
الله، وبعت الصورة كمان. لا أنا عايزة أخش أشوف بقى. ندى نودي عاملة العشورة بتاعتنا وبتقول إن هي عملتها وطلعت تحفة جدا. تسلم إيدك يا ندى. أنا هدخل دلوقتي على طول عشان أشوفها. إصابات المطبخ. شكل الفرابية يا جماعة وهمي. أنا هشوف بس لو دخلنا. ما دخلناش برضو. طيب تمام. طيب خلود صابر عايزه مننا طريقه الكانيلوني، ايه رايكم ننزل لكم طريقه الكانيلوني؟ يلا، عجينته سهله جدا وبيطلع طعمه ما شاء الله فظيع. طيب هنكتب لك نوع الموتزاريلا اللي انت عايز تعرفيها في التعليق يا ام محمد. يعني بدات تندع وهيفتح اهو. يا مسهل. تهاني جمال عايزه تعرف طريقه صوابع زينب والطريقه جاهزه معانا. طب ايه هتنزلي ايه دلوقتي يا ريهام؟ الكانيلوني؟ طب يلا هنزل الكانيلوني الاول. وانا فتحت البوست اهو، ابتديت اشوف الكلام الحلو والقلوب الكتير. تسلمولي والله العظيم. سلوى بتقول لي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك في مجهودك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. ممكن تنزلي طريقه البسيسه على الشاشه تاني؟ حاضر يا سلوى. يلا يا استاذ حمدي، محتاجين البسيسه تاني على الهوا. تمام، بعد الكانيلوني هننزل لك على طول البسيسه يا سلوى. والكانيلوني معانا على الهوا اهو. المقادير بتاعته سهله جدا، اضربيها كلها في الخلاط. دي العجينه نفسها، اضربيها في الخلاط وابتدي اعمليها في طاسه تكون ما بتلزقش، مدهونه دهنه خفيفه جدا جدا من الزيت، والخليط هتلاقيه معاكي كده سايل عشان تعرفي توزعيه في الطاسه كويس. خلصي كل كميه الكانيلوني وابتدي بقى اعملي الحشوه والبشاميل. تقدري تحشي لحمه مفرومه، تقدري تحشي فراخ معصجه زي ما انت عايزه، وبيطلع يا جماعه فعلا من اكتر الوصفات الحلوة قوي وسهلة جدا جدا، وبتبقى مناسبة جدا في العزومات كمان. كده خلصنا خلاص الكانيلوني. تعالوا بينا بقى ايه ننزل البسيسة تاني على الشاشة، وانا بص عندنا الاخبار ايه ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. هتطلع معانا على الهوا اللي احنا عملناها، هشت خالص كده ونفشت وشكلها تحفة. ها البسيسة جاهزة ولا نقرا؟ طب يلا. ومقادير البسيسة كانت عبارة عن ايه عندنا؟ انا اقول لكم من هنا اسهل. كانت كوبايتين من دقيق الذرة الابيض، وكوباية من الدقيق العادي منخولين طبعا، كوباية حليب، كوباية سكر، تلات ارباع كوباية زيت، ومعلقتين من السمنة البلدي. هنحتاج اربع بيضات، ومعلقة كبيرة من الفانيليا، ومعلقة كبيرة خل، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وذرة ملح بسيطة، ولوز لو متوفر. مش متوفر مفيش مشكلة خالص. دي المقادير. ضربنا كل السوائل مع السكر وذرة الملح في الخلاط، نخلنا الدقيق الذرة والدقيق العادي والبيكنج باودر مع بعض، حطينا الاثنين على بعض، ضربناهم كويس علشان مش ضربناهم بقى، مزجناهم كويس جدا مع بعض عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات للدقيق. وبعدين في صينيه مقاس 26 مدهونه سمنه ومرشوشه بالدقيق، فضينا الخليط كله. فرننا كان جاهز على درجه حراره 170، وعلى الرف الوسطاني حطينا البسيسه علشان تستوي، وبدات ريحتها تطلع وجاهزه ان شاء الله هنطلعها مع بعض. عندنا مي. ازيك يا مي؟ مي طارق دي من البيج فانز بتوعي. احلى واجمل شيف فاطمه في الدنيا، تسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعمليها، ميرسي يا روح قلبي. زهره البستان كمان، اللهم بارك اللهم بارك. لا يعني بصي يا زهره، يعني انت تعليقاتك دايما بصراحه بتفرحني وبتفرح قلبي جدا، فربنا يفرح قلبك بكلامك الحلو ده ويبعت لك اللي يكبر بخاطرك يا روح قلبي. اسماء الله الحسنى بتقولي احلى ناس في الدنيا، انت يا شيف فاطمه بحبك، انت روحي وقلبي من جوه ونور عيني. شكرا على قلبك الطيب وبسمتك الحلوه، بحبك وبعشقك يا احلى عسل. كتير عليا والله يا جماعه، تسلمولي والله العظيم. مين؟ تاليا بتقول ملوخيه مش بتظبط. لا يا تاليا هزعل انا كده. طيب بصي بقى، يعني في حاجات كتيرة بتسبب نجاح أو بتبقى من أسباب نجاح الملوخية. أولا الملوخية علشان ما تسودش معاكي من البداية خالص اخرطيها بسرعة،
تمام؟ بلاش خرط الملوخية اللي بالراحة ده لأنه بيعرضها للهواء أكتر وبتتأكسد فبتسود ولونها بيتغير. عايزاها تبقى خضرة كده معاكي، اخرطي أوام أوام وبعد ما تخرطيها غطيها لغاية ما تيجي تستخدميها. دي أول حاجة. تاني حاجة، لما تكوني بتعملي الملوخية حاولي ما تكتريش الشوربة في البداية، يعني نص كيلو الملوخية حطي كوباية ونص شوربة، كوبايتين بالكتير ما تزوديش. ولما تخلصي الملوخيه لقيتيها قوامها تقيل بقى ابتدي حطي شويه شوربه حبه بحبه. من الحاجات برضو علشان تخلي الملوخيه معاكي ناجحه وما تسقطش انك انت ما تغطيش الملوخيه، الملوخيه ما بتتغطاش. الملوخيه كمان بتغلي كده على نار متوسطه، واول ما تغلي بتطفي النار عليها، تمام؟ الطشه بقى والحاجات الحلوه اللي بتتحط فيها دي خشي على الفيديو بقى على اليوتيوب علشان تشوفي كل الموضوع من اوله لاخره، بحيث انك انت تطلعيها 10 على 10. من الحاجات برضو اللي بتحافظ على لون الملوخيه انك انت تحطي ذره كده، يعني حاجه كده على طرف المعلقه من البيكنج صودا او البيكربونات او الكربونات بتاعه الطعميه، تحطيها كده في الشوربه بتاعه الملوخيه عشان تخلي لونها اخضر زاهي، ما تكتريش عشان ما تمررش. غزل بتقول لي، غزل الترونه بتقول لي من الاردن، بحبك كتير يا شيف. نعم يا استاذ حمدي. نطلع فاصل، يلا بينا نطلع فاصل صغير خالص ونرجع لكم على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مكملين مع بعض. رجعنا لكم تاني ويلا مكملين أسئلة السوشيال ميديا. عندنا 2 بوست، واحد موجود على برنامج العزومة على الفيسبوك، واحد تاني على بي ان سي على انستجرام، ومكملة معاكم. ويلا بينا بقى. ايه روتانا احمد بتقولي انا بحبك قوي يا شيف فاطمة وبحب كل وصفاتك، ممكن نوع جهاز الساندويتش ميكر حلو؟ اوكي، والاجابة هتكون على الكومنت طبعا. عندنا بقى فرح بتقول لنا عايزه تعرف، دي من الجزائر، ازيك يا فرح عامله ايه؟ عايز تعرف طريقه حفظ البقدونس عشان يقعد معاكي فتره طويله. طيب دايما بنجيب الخضره، ده الكلام ده ينطبق بقى على الجرجير، على البقدونس، الكرفس، الكزبره، الشبت، كل حاجه. هنجيب الخضار بتاعنا هننقي منه التالف، ما تخليش فيه اي حاجه تالفه، هيتغسل كويس قوي، هيتنشف كويس قوي قوي، طبعا يتصفى من الميه ويتنشف كويس جدا جدا جدا، ما يبقاش فيه ميه خالص، تمام؟ وهبتدي اجيب مناديل المطبخ، تمام، وافردها كده وافرد عليها البقدونس او اي خضره انا عايزاها، وابتدي اعمل رول بحيث ان المنديل يبقى داخل معايا، بلف كده في الخضره علشان يمتص اي رطوبه ما يخليهاش تبوظ مننا. ممكن كمان واحنا بنلف كده نحط ايه، معلقه معدن كده بحيث انها توصل له ايه، السقعه جوه. طبعا عارفين المعدن بيوصل موصل جيد للحراره، ونحط بقى في درج الثلاجه، تمام التمام، يقعد معاكي اسبوع او اكتر زي الفل، تمام. اللي بعده مش هقول لك، بتقول لي انا بحبك قوي يا شيف فاطمه، بس انت قلتي لي اهو وتعلمت منك حاجات كتيره قوي، انت اغلى الناس عندي، انا امي متوفيه ربنا يرحمها يا رب ويرحم امهاتنا جميعا، اللهم امين يا رب، وانت امي بجد والله، وانت اللي علمتيني كل حاجه، ربنا يخليكي ليا يا رب دايما، تكوني بخير وسعاده وفرحانه. ميرسي يا روح قلبي، ميرسي، انا ما اعرفش اسمك طبعا، بس ميرسي بجد على الكلام الحلو ده. انت جميله قوي. دي مين؟ بسنت، انت جميله قوي من بره ومن جوه، يا ريت تعملي من ايديك الحلوه البسيمه والشكلمه والبيتي فور، عملناهم كتير ونعملهم تاني ان شاء الله. ميرسي يا بسنت على الكلام الحلو. جيهان عامله لنا طاجن السمك بالبطاطس في الفرن، فاكرين عملناه من اسبوع متهيألي بطريقتك يا شيف فاطمه، ولا اروع، ما شاء الله، هو شكله فعلا تحفه، ايه الجمال ده، جوعتيني. برافو عليك يا جيهان. وعندنا مين؟ ها قولي لي. لابرنسس بتقول ان هي عندها لبن قاطع ومش عارفه تعمل بيه ايه. ياه، تعملي بيه حاجات كتيره جدا، تعملي بيه قراص طريه،
تعملي بيه جبنه كريمي. طب اللبن قطع هعمله جبنه كريمي ازاي؟ هجيب مصفه ناعمه واصفي اللبن اللي قاطع ده، اهم حاجه تدقيه ما يكونش مر، دي كده في البدايه ما يكونش ممرر. خلاص الدنيا تمام وطعمه حلو، هصفيه بمصفه ناعمه خالص خالص، وبعد كده هاخد اللي طلع ده اللي هو الجبنه اللي طلعت معانا دي، واروح حطاها في الكبه، واحط معاها معلقتين كبار من القشطه، نص كوبايه كده من اللبن، احط كمان معلقه سكر صغيره، ذره ملح، ربع كوبايه زيت، واقفلي واضربي الكلام ده كله مع بعضه. هتبقى معاكي جبنه كريمي رهيبه، تقدري انت تنكهيها بحاجات تانية او تقدميها كده، بتبقى سبريد كده على السندوتشات، بتبقى حلوه قوي. ممكن تستخدميها وتعملي بيها، تزودي منها على البشاميل، بتدي له طعم حلو جدا. بس اهم حاجه ما تنسيش القشطه عشان بتدي لها طعم حلو قوي. انا سامعاكي، اتفضلي. طيب الاكونت باسم حجازي تمام، وعايزين ام علي من غير بالجلاش ومن غير طاجن، مش لازم طاجن، بايركس، صينيه الومنيوم، اللي اي حاجه تخش الفرن مش مشكله، مش مشكله هي ايه تحديدا، تمام، مش لازم طاجن فخار يعني. ده اولا، ده موضوع الطاجن، فينفع نعمل في بورسلين، ينفع نعمل في الومنيوم، ينفع نعمل في بايركس، يعني ينفع نعمل في تيفال اللي متوفر عندنا. طيب الجلاش بقى هنعمل بيه ايه؟ الجلاش هتجيبيه وهندهنه، نجيبه كده ورق كده ودهنه خفيفه خالص بالسمنه او الزبده، وابتدي افرده كده في صاج فرن وادخله علشان يتحمص وياخد اللون الذهبي الفاتح ويطلع. سيبه يبرد، وبعد كده هبتدي اكسره واحط بقى اغمره بالحليب السخن، والحليب يكون متحلي بالسكر، محطوط له رشه من القرفه او الفانيليا على حسب احنا بنحب ايه. وهحط بقى الكلام ده كله، اللبن المتحلي ومعاه الفانيليا او القرفه، احط فوق الجلاش. هنبتدي نحط بقى المكسرات اللي احنا عايزينها، زبيب، جوز الهند، اي حاجه متوفره واحنا حابينها. على الوش بقى معلقتين ثلاثه قشطه او كريم شانتيه اوزعه على الوش، ودخلي الفرن على اعلى درجه حراره وعلى الرف الوسطاني علشان ياخد معانا لون والدنيا تطلع زي الفل، وتاكلي احلى طاجن ام علي. انا عايزه ابص كده على البسيسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اطلعها من الفرن لازم اتاكد ان هي مستويه 100%، فمعايا ستيكس اهو، هروح ابص عليها وهدخل الستيكس في نص الصينيه، ما ينفعش على الحرف لان على الحرف هتطلع نظيفه، فهتاكد ان هي استوت وهطلعها ممكن تكون لسه نيه من النص. فعلشان نختبر الكيك ويطلع معانا 10 على 10 مستوي 100%، يبقى بنختبر من النص. هايل، وطلعت معايا الستيكس نظيفه فله، ما فيهاش اي حاجه، مش معرقه باي عجينه، فكده اتاكدت ان البسيسه استوت. هروح اطلعها بقى. دي اللي احنا عملناها مع بعض اول الحلقه، نص ساعه او اكتر شويه، حوالي 40 دقيقه، وكانت مستويه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اهي تحفه ولونها جميل جدا وهشه ولطيفه جدا جدا، وريحتها مش قادره اقول لكم على جمالها. تمام. طب ممكن ننزل بقى طريقه الاكلير، لان ام احمد كانت عملتها بطريقتنا والورقه بتاعتها ضاعت، فهننزل لك المقادير تاني عشان تعمليها يا ام احمد. ومعانا هنا نيفين بحيري بتقول لي كيكه العصاري برعايه فاطمه بوحاتي، ميرسي ليكي كتير من هنا لاخر الدنيا يا روحي، تسلم ايدك، شكلها فعلا حلو جدا، تسلم ايديكي وعينيكي. ايوه كده، ابعتوا لنا كمان تطبيقاتكم كده، ورونا بتعملوا ايه والوصفات اخبارها ايه معاكم. حوريه بتقول لنا، حوريه الجنه بتقول لو سمحتي ردي عليا طريقه الجاتو فانيليا، ضروري احلى واجمل شيف عينينا، هنعمله على طول. دي ضحى بتسالنا سر لون الفراخ المشويه بتاعه المحلات. بصي بقى، علشان تدي الفراخ لون حلو، اولا ما تحمريهاش تحت الشوايه على طول. يعني ايه؟ عايزه تحمري الفراخ وتخليها كلها تاخد لون كده موحد، ما تحطهاش تحت الشوايه، لان الشوايه بتاخد لون سريع في اجزاء واجزاء تانية لا. فهنعمل ايه بقى؟ هنشغل الفرن تمام، وهننزل كده الرف بتاعنا لاقرب حاجه للارضيه، ونشغل الشوايه لو الشوايه بتشتغل مع الفرن. طب لو ما بتشتغلش يبقى هنكتفي بالشوايه بس، ابعد الفراخ خالص عن الشوايه، ما تبقاش قريبه منها عشان ما تاخدش لون على الفاضي. دي حاجه.
تاني حاجه بقى الدهان اللي بندهن بيه الفرخه نفسها هو ده اللي هيديك اللون، وعشان تاخدي لون ذهبي في لمعه حلوه كده هنجيب بوله هنحط فيها معلقه صغيره من الكاتشب، معلقه صغيره من العسل، وحوالي كده ايه معلقتين ثلاثه من الزيت. قلبي ده كله مع بعضه كويس قوي قوي وابتدي دهني الفرخه بتاعتك، هتاخد لون رهيب جدا جدا، بس اهم حاجه ما تكونش تحت الشوايه مباشره علشان ما تتلسوعش على الفاضي. طيب ثواني بس نقرا بس تعليقات. مش عارفه استاذ محمد حمدي بيقول حضرتك منوره بيوتنا، بنتمنى تعملي لنا العيش الفلاحي ومنه شقق العيش الناشف، عارفاه، وقرص القرفه والشريك، والف شكر، عينينا الاثنين. العيش الفلاحي ده انا ناويه اعمله ان شاء الله قريب، والقرص احنا عاملينها اللي بالقرفه، ونعمل الشريك كمان، عينينا الاثنين. راويه يا ريت يا شيف تعملي وصفات اكتر من المعجنات المقليه للناس اللي مش بتظبط معاهم في الفرن او افرانهم بايظه، عينينا الاثنين، كتري يا ريهام من فضلك، عينينا. في كمان فطاير الطاسه عايزين نعملها يا ريهام الاسبوع الجاي ان شاء الله، فطاير الطاسه ضروري. طيب احنا معانا وصفات اتطلبت مننا، طبعا حابه ان انا اقرا كل ده، بس تسلموا لي بجد على الكلام الحلو ده. في منيوهات معانا هننزل بمقادير، اول حاجه معانا كفته الحاتي علشان ناس طلبوها يعني، فهننزلها والمقادير معانا على الشاشه اهي. اهم حاجه بقى في كفته الحاتي غير طبعا انك انت تظبطي المقادير دي، التكنيك نفسه بتاع الشغل، انك انت لازم تعجني الكفته كويس قوي او تضربيها كلها في الكبه مع كل المكونات مع بعض، تكوني مصفيه كويس قوي البصل ما يكونش فيه اي سوائل علشان ما تفكش منك، تسيبيها بعد ما تعجنيها تسيبيها ترتاح في الثلاجه مش اقل من ساعه علشان تشد تاني، وتبتدي بقى تشويها سواء تشويها على الجريل او هتشويها على الفحم او هتشويها في الفرن زي ما انت عايزه. معانا كمان طاسة السجق اتطلبت مننا، المقادير معانا على الشاشة اهو، صوروها. والسجق من الحاجات اللي ما بيحتاجش مواد دهنية، ففي الاول خالص معلقة زيت واحدة بس تشوحي فيها السجق، وبعد كده لما يتغير لونه وكده ابتدي نزلي بقى بقية المكونات. خلصنا؟ ميرسي يا استاذ حمدي. احنا كده خلصنا خلاص، عملنا مع بعض النهاردة البسيسة، عملنا كمان الفرابي المشروب اللي بنشربه في الكافيهات وبيعجبنا جدا، هي سخنة عايزين احطها لكم فين؟ فين؟ قدام؟ قدام؟ حاضر كده كويس. ميرسي يا استاذ حمدي. انا كنت بس هقطع حتة من البسيسة كده نبص عليها قبل ما نقول سلام عليكم في ثواني. تعالوا بينا بقى نشوف البسيسة ما عايزة تتقلب. لا زي الفل. مقادير يا أستاذ حمدي بتتكلم عن نفسها، الله يخليك ربنا يكرمك والله. بسم الله. لا زي الفل اهي، شايفين الجمال وارتفاعها ما شاء الله، اللهم بارك، تحفة. دي كانت حلقتنا النهارده، عملنا ايه بقى؟ عملنا مع بعض البسيسه، عملنا الفرابيه، وجاوبنا على بعض الاسئله اللي جات لنا، طبعا التعليقات كتيره وجميله، بجد ميرسي لكل حد تعب نفسه وكتب كلمه حلوه هقراها كلها طبعا. ما تحرمش منكم ابدا ولا من دعمكم وكلامكم الجميل، ربنا يسعد قلوبكم ويكبر بخاطركم دايما ان شاء الله. يا رب تكون حلقه النهارده نالت اعجابكم، هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم على بيج البرنامج العزومه مع فاطمه بحاتي، وعلى البيج بتاعتي فاطمه بحاتي بالعربي وبالانجليزي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.